السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنتي أنا بنتي درت معك الله واحد الشهرين هادي. إيه كان عندي الموانئ وقلت لي ديري قيام الليل والأذكار والحمد لله كل شيء داك الشيء درت الحمد لله. لا إله إلا الله والحمد لله. شفت العذاب ديال الخيرات ديال الله كنحلم بهم الحمد لله. الله 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 الله. وكانوا كيجوني الناس كانوا كيجوني الرجالة. عمر شي واحد ما جاني عندي 30 عام عمر شي واحد ما جاني كيجني اللي مات ليه المرأة واللي عندها الأولاد وأنا أمي ديالي دوك الأيتام كان نكبرهم بين يدي هذيك هي الأمية ديالي. إيه ولكن كان عندي هذاك الموانع والحمد لله هاد قيام الليل كنتمنى البنات اللي بحالي كنتمناهم إن شاء الله يديروا قيام الليل ويتثقفوا والصدقة والصدقة ولو غير شوية الكسكس نهار الجمعة ولو درهم يشوفوا العزيز ديال الدنيا. سبحان الله. وأنا كنتمنى من الله يسهل لي شي ولد الناس. راه كنت غادي نقول لك عطيني النمرة لهذا اللي هضر لي البارح لي من اكاديم الا كان في الرزق. إيه لما لا انا كنتمنى كيتهلا وليعيف هذوك الوليدات. إيه لما لا كنتمنى وكنتمنى البنات بحالي كنتمناهم يفوضوا امرهم الله ويتوضوا ويصلوا قيام الليل والاذكار والاستغفار راه كيبان لهم العجاب. الحمد لله وكل شيء بفضلك الحمد لله. الله يطول عمرك ويخلي لك وليدات ودعي معايا الله يكمل اليمن ويتخاطري يا ربي يا للرقية يا ربي وما ذلك على الله بعزيز. الله يكمل لك الرجاء للرقية. انت تعطينا رسالة جميلة للمرأة فتاة مغربية مؤمنة قلبها يفعم بالإيمان وباليقين والله ما يخيبك مولانا سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو من قصده لن يخيبه. والله إن تأخر العطاء معنى أن الله عز وجل يجمع لك الكرم ديالو وحينما يعطيك يدهشك إذا أعطاك أدهشك سبحانه وتعالى. غير اليقين في الله لأن سر الوجود سر الوجود هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دوك اللي خدامين وكيخطوا وكيبرمجوا حتى هما يا ربي اللي عطاهم القدرة على التخطيط والتفكير والبرمجة راه كل من عند الله. لا إله إلا الله. اخترقي يا الله يكمل لك رجاء الله يسعد قلبك والله يحقق لك مرادك. اللهم آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زرع عمي قريب لبس عليك. الحمد لله لمريم. الله عمي قريب اليوم عندي العيد والله القاسم. أكرمك الله بنتي حافظك الله ورعاك. عمي قريبان علي على ظهري واحد جبل عمي قريبان. الله 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 أشبق عليك بنتي. شنو نقول لك عمي قريبان؟ أنا مجوجة وعندي جوج بنيتات. الله يخليهم لك. الله يخليك صحتك عمي قريبة. وحدة عندها عامين وحدة عندها 5 سنين. تبارك الله. وكنا يعني كارين على قد الحال وراجي كان عامل الخدمة كان كيف في البني يخلص داكشي. يعني عمي قريبين يعني ديك 16 درهم في النهار مهم بنادم فيها البركة وفيها الرزق وفيها كل شيء يخلص بها يخلص بها الكرا وياكل بها والمصاريف ديال العادية. وعايشين بها عمي قريبين مثلا وعايشين بها على قد الحال. يا بنتي هي هذيك عمي قريبين هو كان غادي في الشانطي ويضرب واحد طنوبيل عمي قريبان. الله 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 الله. عمي قريبان هي ضربوا على الجهه اليمنيه وتهرس من فخذه على 2 مرات. الله الله. وتهرس من القصبه وتهرس من 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 الرمانه وتهرس من الرمانه. ما شاء الله ما شاء الله. عمي قريبان شنو نقول لك؟ وانا كنمشي وكنجي ودرنا العمليه. عملية الأولى دريها القص مجحات لي درنا العملية دي الشديد مجحات لي عمي قريبة رجو دابا انقصات لي وتحول دا عمي قريبة الإعاقة. لا إله إلا الله. ودابا عمي قريبة نحتاج واحد العملية وأنا فيها 2 مليون 400,000 ريال وعملية أخرى فيها 3 مليون وأنا عمي قريبة ناش ندير. لا إله إلا الله. أمري لله ما عطيش ندير واش نقابله هو دابا واش صافي ناعس ما عطيش ندير واش نقابل الدراري ورا خاص كريوه ولا بلا مرأة ملي تهرسوا في السبيطار وداك الشيء قال لي خو اجي لعندي ما عندك باش خلص كرا اجي لعندي. دابا حنا جالسين غير مع خوه مع عيلته هو مع خوه وحشيت عمي قريب اني ثقلت ثقلت عليهم عمي قريب بنياتي وداك الشيء اقسم لك يمينا بعض المرة الى عيني كيديروا العشاء كنقول لهم يعني انا باغا نتعشى ولكن اختلاني ثقل عليهم كنقول لهم ما بغيتش. لا حول ولا قوة الا بالله. هي جوعكم قول لي ما بغيت بس هي ما نتقلش عليهم. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن حسيت اني تقلت عليهم. لا حسنا وينك يا الدوام هذا لاله الدوام يورث الله عمي كرب. انا بغيت غير شي
شي واحد اللي شتت معايا هاد الجبل واللي هز لي بيدي كنمشي للجمعيات ما خليتش يمشي كيقول لي جيب الورق ديال السويطار كنهز بنتي في ظهري وكنمشي ما عنديش حتى باش نركب وكنمشي وكنرجع وهي واخا واخا حتى واحد النهار نمشي لواحد الجمعيه قول لي جيب ورق ديال الطبيب وجيبيه هو جيب الكروسه درت في الكروسه وزيد لك ورق ديال الطبيب وزيد كل شيء وديته وقول لي سير سير وقال لنا غا الطلبه تا هما يجوا بجحت عمي قريبا بحال شديت شي موس وخشيتي في الدري الله 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 لا حول ولا قوه الا بالله مريم بنتي انا يعني مع مريم مربيت انا على الدعايه يعني عايشه وخا عايشه داكشي وبين اللهم لك الحمد كنا كنسعوا باب الله اختي مريم كنا كنسعوا باب الله تعالى لا اله الا الله مريم نعم ملي وقع لك الحادثه واش داروا كوستا واش كاين التامين واش خرجوا لشي تعويض عمي قريب ما خرجش تعويض خرجت شي تعويض كرهني تاع عمي قريب ما خرجت تعويض ما خرج المحامي كاع اي دراري تقول لي عطاقني انا بنيتي بالجوع والمراه ديالي بالجوع والمراه بغات تخدم ومحيت تقابل لي انايا ولا تقابل بنيتي صغيورين راه بغات تخدم ولكن انا ما كاينش كيدير كيقول لي واخا صبر عليا صبر عليا عام قريبا من 2015 ومهرس لا اله الا الله 2015 2016 كامله دازت عاميه عام ديال المعاناه وعام اذا انا كنمشي للجمعيات رجلي طابو عمي قريبا طابو كني طابو لا اله الا الله لا جدوى لا جدوى ما انا كنصلي وكنتقى الله وكنهضر مع والديا وكيرضيو عليا وكي الله يرضي عليك الله يفداك الراجل وانا مهليه فيه وازه فوق راسي ولكن عمي كان جال غير فوق غلبي مريم بنتي انت في الحياه ديالك تعلمتي شي صنعه تعلمتي شي عمل تقومي به انا عمي قريبا دخلت اكتئاب بعد ملي ترس الراجل دخلت ازمه نفسيه لا حول ولا قوه الا بالله دخلت ازمه نفسيه انا دابا مريضه اقسم لك بالله انا مريض كنقعد بوحدي تخيل كنشد بنا انا بنتي واحد الجمعيه كلفت بها انا تقري في الروض عندها 5 سنين ايه وما كنواعش ما كنواعش كنبكي وكنشد فكار وكترسم كترسم لي وكترسم الدم وحده عيني كترسم مرة وكترسم في النقط كتنقط حدا عينيها واحد النهار لقيت الدفتر قلت لها شنو هادشي دايره قالت لي انا ماما ديما كنشوفو كتبكي وانا بقا كنرسم انا كنرسم لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ما عرفت عمي قريبا شتي نمشي وين الطريق نشد انا دقيت بابك لا اله الا باب الله سبحانه وتعالى مفتوح لا اله الا الله مريم ما شاء الله يشد لي بيدي وهز هذا الراجل انه راجل حنين وراجل راجل يعني ما كنتش كنقول لك عمي قريب راجل طيب وكان خدام اللي خدام ولكن على قد الحال قدر الله بنيتات ومهلي فيه يا اختي يا حس بك اختي مريم حس بك لما شفت حالات كثيره بحال هذا الشكل هذا لا اله الا الله ما شاء الله مريم بنتي دخلت الرقم ديالك وان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى الله يجازيك بخير غير على وجه ديك البنيتات عمي قريبان واخا بنتي لا اله الا الله لا اله الا الله الحاله ديال مريم كتلمس فيها الصدق وكتلمس فيها فعلا الواقع المرير اللي كتعشوا هذا النموذج ديال الاسر وما اكثرهم غير هذا الاسبوع مشيت زياره المستشفى عمومي نزور بعض الاحباب اللي هما عندهم وضعيه صحيه وعمليه جراحيه وشفت عدد كثير ديال الناس قلت اجي ندير جوله ملي انسان كتكثر عليه المشاكل باش يعرف نعمه الله عليه وباش يعرف بانه محظوظ اكثر من الخلق كيقول اجي ندير واحد الجوله اما في المستشفى واما مشي للروضه مشي للمقبره هذه واحد النصيحه اللي شاف راسه بانه راسه سخن عليه وقال بانني غير محظوظ في هذه الحياه وما عاجبني راسي عوض ما يمشي يقلب على الطب النفسي ويقلب على البريستيج احسن طريقه للعلاج يمشي للمستشفى العموميه ويدير واحد الجوله عبر الديبارتمون ديال الناس لانواع واشكال ديال الامراض غادي يقول احمدك يا ربي وشكرتك لانك متعتني بالصحه والعافيه ومتعتي وليداتي والاسره ديالي بالصحه والعافيه ملي غنشوف المعطوبين وغنشوف الناس عندهم السرطانات وعندهم الهرس وعندهم الحريق وعندهم امراض خطيره ولا سخن عليه راسه مزيان بزاف وبغى يبردوا غادي يمشي للمقبره غيمشي لواحد الروضه وغيشوف بعض الناس فقدوا كل شيء فقدوا حياتهم وافضوا الى مصيرهم الابدي وغادي يقول احمدك يا ربي وشكرتك لانك باقي عاطيني الحياه فعلا مريم نموذج كثير عندنا في المجتمع كيكون الانسان طالب معاشه وكلنا طالبين معاشه كنقلبوا على لقمه العيش بالحلال انسان ما عنده دبلوم ما عنده وظيفه رسميه ما عندوش شي عمل مركز هو طالب معاشو اللي كنسموه مياوم جورنالي كيخدم بالنهار اللي جابو النهار يديه الليل اللي البركه 80 درهم ولا 100 درهم في النهار كيخصمها بين الكره وبين لقمه العيش وبين المدرسه والطبيب والمواصلات
ولا جاوا العائلة يكرمهم ما عنده هذا الشيء اللي قسم الله تعالى، وغادي راضي وغادي مرتاح وغادي قانع. ولكن كيكتب عليه المكتب كتلقى إما يصاب بمرض عضال كيدير شي عملية جراحية خطيرة كتطلب ملايين ما بقاش عنده القدرة على العمل، وإما الله يحفظنا وإياكم جميعا كتوقع عليه حادثة سير أو غير ذلك فكيفقد معها القدرة على العمل. أش كيوقع؟ ما عنده تعويض، ما عنده تغطية صحية، ما عنده تقاعد، ما عنده تشي مدخل آخر. المرأة كانت على باب الله، مرأة درويشة يلا مقابلة لوليدات وقالها باش ما قسم لها الله تعالى ما تعرف تدير حتى حاجة، وفي ما دقات الباب ما تلقاش العمل. أقصى ما تجد غتكون فام دو ميناج، غتكون غتجفف الدروج ولا وما يقبلوهاش. وهي ملي كتشوف داك الحمل ديال الوليدات والعائلة كيبان لك واحد الأسرة كتضيع، أسرة كتغرق فعلا، كثير شفناهم حالات كتبان لك أسرة كتغرق. الله يخلف على التضامن الاجتماعي، تلقاو في بعض العائلات الحمد لله كيكونوا الخوت وكيكونوا الخواتات، أولاد العم أولاد الخالات أو واحد من أفراد العائلة قلبه كبير كيقدر يكون وضعيته المهنية مريحة شيئا ما، ودير شوية الادخار هو اللي كيدخل بخيط أبيض وبقلب كبير وكيجمع الشمل لحمو كيسترو، هو اللي كيوكل وكيشرب ويخلص الكرة وكيجمع. ولكن إلى متى؟ المدة طويلة، السنوات طويلة، يقدر يعيا، يقدر يكون الرجل كيبغي يعطي والمرض ديالو تأنبه، يقدر يكون الله حسن العوان. هنا كيبقى دائما العمل ديال التكافل والتضامن الاجتماعي. لو أن كل واحد منا شاف الناس اللي حداه المقرب إليه وحاول ما أمكن أنه يساعد على قدر ما يستطيع. كاين ناس تبارك الله دابا اللي عندهم أموال طائلة ومكتنزة في أبناكم ما باش يخرجها، خايف دوير الزمان، ما عمره ما غادي يوصل ليها، ربما قد يتوفى وغتبقى ديك المال مكتنس في البنك عمره ما يوصل ليه ويتقسم على الورثة، ويحرم من 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 أجر وثواب العطاء والرزق. كاين عادات كثير من الأشياء. ما هو الحل؟ الحل هو احنا كمجتمع مسلم، مجتمع مغربي أصيل مبني على التكافل، كان عندنا واحد الوقت ما يسمى بدار الضمانة. دار الضمانة كاين في بعض المدن بحال مدينة وزان ومدن أخرى عريقة بحال عرائش أو بحال تطوان أو غيرها، وفي الجنوب كاين هناك ما يسمى بدار الضمانة. دار الضمانة هما واحد البيت كيتجمعوا فيه العائلة الكبار، واللي شاط عليه شي حاجة كيحطها، ملي شي واحد كي يتقطع به الحبل كيقصد دار الضمانة. في المجتمعات الغربية كنلقاو عندهم المؤسسات تاع الرعاية الاجتماعية، في أوروبا وأمريكا وغير من الدول المتقدمة كنلقاو عندهم مؤسسة الرعاية الاجتماعية، أن المواطن كياخذ حق المواطنة اللي تقطع به الحبل كيدق الباب ديال الدولة، والدولة إجبارا توفر ليه السكن وتوفر ليه على الأقل حق الشوماج، واحد الأجر اللي حد سميك أو أكثر من ذلك، أنه مفروض على الدولة كدولة اللي باش تعرف الهبة ديالها. حد الدولة ماشي هي الأمن والعسكر، الدولة هي أكثر من ذلك، هي التعليم، هي التنمية، هي الفلاحة، هي البناء، هي التعمير، هي التشييد، وأيضا هي التكافل الاجتماعي، هي الرعاية الاجتماعية. هذه الدولة، الدولة بحال الأب الحنون، الأب وسط الأسرة قوي، خاص يكون عنده الأمن والعسكر يحمي الداخل والخارج، وكذلك خاص يكون عنده القلب الرحيم. من اللي كي يتسد على واحد من أفراد الأسرة الباب كيقوم ذاك الأب القوي كتجلى فيه الرحمة وكيعطي. هذا مفهوم الدولة. احنا في بلادنا الإسلامية كنا سباقين لهذا النموذج، وملي كنقراو التاريخ الإسلامي كنلقاو محطات مشرقة. نعم كاين محطات دموية، كاين محطات مخزية، ولكن هناك أيضا محطات طويلة وعريضة مشرقة ومشرفة، ياريت نرجعوا لبعضها. لما لا؟ وحنا الحمد لله كنعيش في وضعية مريحة، نديروا دار الضمانة في كل بلدة، في كل عمالة، في كل إقليم تكون دار الضمانة بمفهومها المغربي، نسموها صندوق الزكاة أو دار الزكاة. هي دار الضمانة أكبر من الزكاة. الزكاة هذاك مفروض على كل إنسان أعطاه الله واحد القدر ديال المال خاصو يزكي عليه 2% ضروري. فين غادي يوضعها؟ كيوضعها في دار الضمانة. وأي واحد ربما دار واحد الذنب مع الله تعالى وبغى ربي يغفر ليه كيقول أجي نتبرع بواحد القدر من المال ديالي. كاين الناس اللي عندهم أموال طائلة خرجوا زكاة أموالهم وباقي عندهم الخير الكثير،
وكيشعر بان عنده باب مسدود، المال موجود ولكن ولاده مراض والوضعيه مؤزمه نفسيا، بغى يتعالج، يقول لي دفع لدار الضمانه. فرح الفقراء، ربي يفرحك ويرفع لك البلاء. يا ريت اننا نديروا هذا النموذج اللي هو مشروع تنموي جميل، نسموها دار الضمانه في كل اقليم وفي كل عماله وفي كل مدينه وفي كل قريه، ويكون الناس كيعطيو عن طيب خاطر، ما محتاج للمحاسبه، كيعطي عن طيب خاطر وكيوضع تما، وكتكون واحد الهيئه اللي هي مكلفه بالصدق واليقين، وتكون محلفه بحال الحليف والقسم اللي كيقدموه القضاه والاطباء، وتكون مراقبه ايضا باش يكون الباب مفتوح مثل هاد الناس. الاخت مريم احنا حسينا بها، وكتبان ليا غرقانه، كتبان ليا ضائعه، كتبان ليا كتقلب على مخرج، وان شاء الله المخرج قريب باذن الله. لمريم اسال الله الكريم ان يفتح لك الابواب وان يهيئ لك الاسباب، وان شاء الله اختي مريم احنا خدنا الرقم ديالك وقريبا نتصلوا بك، وربي سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات.